لم يتبقى غير القليل على نهاية حكاية النسخة 65 من بطولة دوري نايل، والتي وصل قطار المنافسات فيها للمراحل الأخيرة وتحديدا الجولة 31، والتي تشهد العديد من المباريات القوية، لعل أبرزها مواجهة الزمالك والداخلية في المسابقة المحلية. ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة على ملعب السلام بعدما نجح في التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر عقب التفوق على بروكسي بخماسية، وهو ما يحفزه لتحقيق الانتصار على الداخلية لمواصلة طريقه نحو المربع الذهبي بالمسابقة المحلية. ويخوض الزمالك لقاءه 27 في منافسة دوري نايل، حيث عرف الفوز في 13 لقاء مقابل 6 تعادلات وهزم في 7 لقاءات، ليجمع في النهاية 42 نقطة جعلته على مقربة من المنافسة على المربع الذهبي الذي ينافس عليه أيضا فرق عدة على رأسها المصري ومودرن سبورت. إلا أن الثنائي خاض لقاءات أكثر من الفارس الأبيض في المسابقة المحلية، وعلى ذكر المصري البورسعيدي فينتظره مواجهة قوية أمام المقاولون العرب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يتطلع رجال المدرب علي ماهر لتحقيق الفوز 16 لهم في الدوري، والذي يوصله للنقطة 54، وهو ما يجعله يحافظ على المركز الثالث في الدوري. المهمة لن تكون سهلة، ففريق المقاولون العرب لم يعد أمامه طريق آخر غير الفوز في مواجهاته الست المتبقية له في الدوري للحفاظ على أماله الأخيرة في البقاء في دوري نايل، وهو ما يشعل مواجهة الليلة بين الفريقين. الإثارة تتواصل، ومع مواجهة أخرى للاقتراب من المربع الذهبي على ملعب بتروسبورت معقل فريق MP، والذي يستضيف فريق زد اف سي في لقاء يحكمه طموح الفوز للتقدم أكثر في جدول ترتيب المسابقة المحلية. ويسعى فريق MP صاحب 42 نقطة في لقائه 30 في الدوري لتحقيق فوزه 12 والوصول للنقطة 45، وهو ما يجعل الفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الرابع حال تعثره في لقائه أمام سموحة، وهو نفس الأمر لزد اف سي صاحب 41 نقطة، والذي يبحث في لقائه 28 عن تحقيق الفوز 11 في دوري نايل. في النهاية مواجهة قوية تحمل حسابات مختلفة بين الصراع على المربع الذهبي والهروب من دوامة الهبوط، فلمن يكون تحقيق الهدف المنشود في دوري نايل؟